التدريب هذا جدا مهم للقادة اللي موجودين في المؤسسات الثقافية والفنية من مختلف الدول، لرفع وبناء قدراتهم في استخدام أدوات الفن والثقافة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم. دور الفن جدا مهم في إحداث هذا التغيير، لأنه أداة تحدث تغيير أو تحليل للناس يفكروا في الموضوع، يفكروا كيف ممكن هم يستخدموا مثلا أداة زي المسرح لتغيير في اتجاهات المجتمع تجاه حقوق المرأة أو تجاه حقوق الطفل، لإحداث ممكن تغيير سياسي. وشفنا نماذج كتير كبيرة في مصر وفي تونس للفن ميدان، للفنون اللي صارت في الساحات العامة. منحس إنه الفنون بكل أشكالها بتساعد الأشخاص إنه يكون عندهم قدرة على بناء شخصية قوية، يكون لهم صوت يقدموه، خاصة في جيل الشباب، لأنه جيل الشباب هو اللي ممكن يحدث تغيير على المستقبل. يعني إحنا حنكون موجودين اللي نساعد في تحقيق جزء من المشاريع اللي اخترناها، ممكن يكون عن طريق تقديم طلبات للأنانين، ممكن يكون عن طريق إنه إحنا نساعد الأشخاص اللي قدموا هاي المشاريع بتطويرها، بتحضيرها، بتجهيزها بشكل كامل اللي ممكن تتقدم لجهات مانحة، لجهات متبرعة. ممكن يكون مبادرات شبابية لها علاقة بمؤسسات اللي تقوم على مستوى المجتمع المحلي بدعم من المجتمع المحلي. فهاي الأشياء اللي ممكن إحنا بنفكر فيها للمستقبل. بنفكر إنه هدول المجموعات عندهم فرصة للتشبيك بينهم بين بعض، لبناء مشاريع مشتركة، لأنه ياخدوا أفكار مشتركة من بلاد مختلفة، وهذا بحسن كمان العلاقات ما بين المؤسسات الثقافية الفنية في الدول العربية، وبيبني نوع من التواصل بينهم وبين بعض. بحب أضيف إنه اللقاءات اللي فيها شباب من دول عربية مختلفة جدا مهمة، لأن في عنا انقطاع عن بعض من خلال الحدود وصعوبة الوصول لبعض، فهاي فرصة جدا مهمة لبناء علاقات وللتشبيك بين الشباب.